بالعافية طلاب وطالبات الصف العاشر، أسعد الله أوقاتكم. اليوم إن شاء الله رح أشرح الدرس الخامس من مادة الثقافة المالية عرض المنتجات. يتوقع من الطالب في نهاية الحصة أن واحد يذكر مفهوم الترويج، اثنين يوضح وسائل الترويج. خلينا نتعرف مع بعض على مفهوم الترويج. هو أحد الأنشطة التسويقية التي تزود الزبائن بالمعلومات الخاصة بالمنتج. يعني أنا عندي منتج بروج له عن طريق الأنشطة التسويقية. زي ما حكينا خلصنا من إيش؟ تخطيط الفكرة، حددنا أعضاء الفريق، درسنا السوق. آخر إشي بعد ما أطبق الفكرة أنا بدي أروج لها حتى توصل لأكبر عدد ممكن من الأشخاص. هنالك أهداف للترويج، خلينا نشوف أول هدف مع بعض، هو التأثير في سلوك الزبائن. أنا لما أروج عن منتجي بأثر في سلوك الزبائن، أيضا بحفزهم إلى شراء هذا المنتج دون غيره والإقبال على شرائه. أنا لما أروج بطريقة صحيحة، طريقة واضحة، أنا بستقطب أكبر عدد ممكن من الزبائن. هنالك وسائل كثيرة للترويج، خلينا نتعرف عليهم. واحد الإعلان. كيف يعني عن طريق الإعلان تروج لمنتجي؟ مثلا عن طريق الإذاعة والتلفاز. كثير إحنا بنشوف دعايات على التلفاز بتروج لمنتج معين، أو البريد الإلكتروني، ببعث رسائل على البريد الإلكتروني، أو مواقع التواصل الاجتماعي. ليش مواقع التواصل الاجتماعي؟ لأنه أغلبية الأشخاص عندهم حساب سواء كان انستجرام أو فيسبوك أو تويتر أو واتساب. فأنا بروج لمنتجي عن طريق التواصل الاجتماعي. أيضا عندي وسائل المطبوعة مثل الصحف، المجلات. كثير بنشوف إحنا السلع بتروج لها عن طريق الصحف والمجلات. ثاني وسيلة من وسائل الترويج البيع الشخصي. إيش المقصود بالبيع الشخصي؟ أنا أتواصل مباشر مع الزبائن. كيف يعني؟ عن طريق مندوبين المبيعات. كثير بنشوف أحيانا مندوبين مبيعات لشركة معينة بيجوا بيوجونا لآية المدرسين يقنعونا فيه، صح ولا لا؟ ثالث وسيلة أنا بدي أنشط مبيعات. أنا لو وزنت مبيعاتي عن طريق الصحف والمجلات، برضه لو وزنت لهم عن طريق مندوبين مبيعات، في طريقة كثير بتزيد إيش أكبر عدد ممكن من الزبائن، هي أنشط المبيعات. كيف بدي أنشط المبيعات؟ واحد إقامة المعارض. أنا أعمل يوم أقيم فيه معرض لكل منتجاتي، أعرض جميع المنتجات، بعمل مسابقات، بخفض الأسعار، بقدم هدايا. يعني بحكي مثلا اشتري قطعة وحصل على القطعة الثانية مجانا. كثير بشوف محلات هيك بيعملوا، برجع عينات مجانية. كثير خصوصا محلات العطر بحكي لك اشتري مثلا زجاجة عطر بخمس دنانير وحصل على عينة مجانية. طيب احنا لما بدي انافس انا الآخرين في عملية الترويج لازم يعد قيم ومبادئ التزم بها، لازم تكون المنافسة شريفة. في بعض القيم التي يجب أن التزم فيها مثل الصدق، العدل، أن أكون صادق باللي أنا بحكي فيه. مثلا مش أحكي أشتري قطعة وأحصل على ثانية مجانا، لأن في زبائن على المحل يكون مش صدق. لازم الأمانة أهم شيء بموضوع الترويج، يكون عندي أمانة باللي أنا بروج له. الموضوعية في تقديم المنتجات، لازم التزم بالموضوعية في تقديم المنتجات. خلينا هلا مع بعض نحل أسئلة الدرس صفحة 62. السؤال الأول، عدد وسائل الترويج تمثل مثالا على كل منها. وسائل الترويج الإعلان، البيع الشخصي، تنشيط المبيعات. مثال على الإعلان، أي إجابة تكون صحيحة، مثلا تكتب لي إذاعة التلفاز، أو البريد الإلكتروني، أو الرسائل النصية، أو الوسائل المطبوعة مثل الصحف والمجلات، أو استخدام مواقع التواصل الاجتماعي. حكينا مواقع التواصل الاجتماعي مثل صفحات الفيسبوك، تويتر، انستجرام. اثنين، ثاني وسيلة البيع الشخصي، مثال على البيع الشخصي حكينا مندوبي المبيعات. تنشيط المبيعات، أي إجابة بتكون صح مثل إقامة المعارض، عمل المسابقات، تخفيض الأسعار، تقديم الهدايا، وتوزيع العينات المجانية. أي إجابة من هدول الأمثلة بتكون صحيحة. السؤال الثاني بحكي لك حدد عنصر الترويج المستخدم في كل من الحالات الآتية. يلا خليني أبلش حالة حالة. ألف
عدد أحلام مشهورة باستخدام الناشر الإلكتروني، وقد احتوى المنشور على صورة منتجة مبينة بعبارة جاذبة. إيش الوسيلة اللي استخدمتها؟ الإعلان. إيش الوسيلة اللي استخدمتها في الإعلان؟ وسائل مطبوعة. ارجع في الناشر الإلكتروني عبارة عن وسيلة مطبوعة. ب. وزع عبد الرحيم للتعاون مع بعض موظفي الشركة بعض المنتجات مجانا، ركز على كلمة مجانا، على مجموعة من الزبائن تجربته. ايش الوسيلة؟ توصيل المبيعات. ايش استخدم توصيل المبيعات؟ العينات. جيم. عدد هن تقريرا بين فيه نسبة مبيعات المنتج ومدى اقبال الزبائن على شرائه وبعض ارائهم، ثم نشرته في احدى الصحف المحلية. رزيل على الصحف المحلية. ايش الوسيلة اللي استخدمتها؟ اعلان. ايش الوسيلة اللي استخدمتها؟ وسائل مطبوعة. دال. أقام فادي معرضاً كبيراً دعا إليه الزبائن لتعرف منتجاته والترويج لها. إيش الوسيلة اللي استخدمتها؟ توصيل المبيعات. إيش استخدم من توصيل المبيعات؟ المعارض. ها. أعد عليه مشهداً تنفيذياً يعرض المنتج الخاص به. إيش الوسيلة الترويج اللي استخدمها؟ الإعلان. إيش الوسيلة اللي استخدمها في الإعلان؟ التلفاز. واو. قابلت زميلة بالتعاون مع مسوقي المشروع بعض الزبائن وعرفتهم بالمنتج وحاولت اقناعهم بشرائه. ايش استخدمت؟ بس البيع الشخصي مندوبي المبيعات. زين. روج خلف المنتج بكتابة النص الآتي على باب المحل: اشتري القطعة واحصل على هدية. تدوري على احصل على هدية. ايش استخدم مسيرة الترويج؟ تنشيط المبيعات، الهدايا. السؤال الثالث برأيك لماذا يعد ترويج المنتج للزبائن أمرا ضروريا؟ الجواب: لأن عملية جذب الزبائن وإثارة انتباههم واهتمامهم وإقناعهم بشراء المنتج لن يتحقق إلا عن طريق الترويج والإعلان له بصورة فاعلة. هلا بسألكم واجب حل أسئلة الوحدة صفحة 164، وأتمنى أن تكونوا بخير. دمتم بصحة وسلامة.